الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي مع حل تطبيقات بناء الفعل للمجهول من كتاب الأضواء صفحة 95 و65 و66. طبعا عند بناء أو تحويل الجملة من الفعل المبني من المبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول، أول حاجة بنغير صورة الفعل، تاني شيء بنحذف الفاعل، نأتي بالمفعول يحل محل الفاعل ويسمى نائب الفاعل ويأخذ حكمه في الإعراب. بعد كده بنحدد نوع الفعل، هل هو ماضي ولا مضارع، وهنبدأ نتكلم إن شاء الله على كل واحد لما جابنا. عافى الله المريض، طبعا عافى فعل ماضي مبني على الفتح، والله اسم جلالة فعل مرفوع علامة رفع الضمة والمريض مفعول به، والفعل هنا طبعا عافى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، وطبعا ثانيه ألف. إذا كان الفعل ماضي ثانيه ألف يقلب الألف واو، يقلب الألف واو ويضم ما قبله، يبقى عافى عوفية، عافى عوفية، يبقى أنا هنقول عوفية المريض، يبقى هناخد رقم جيم عوفية المريض. تعال ناخد اللي بعده، تبادل اللاعبون الكرة، تبادل على وزن تفاعل فعل خماسي عند بناء المجهول، وبرضو فيها حرف ألف النص اهو، يبقى تبادل تبودلت، تعادل تعودلا، يبقى هنقول تبودلت وبعدين يبقى تبادل تبودل، تعامل تعومل، تشاجر تشوجر، وهنا طبعا تبودلت وهنقول الايه، طبعا هنا تبودل وهنحط تاء التأنيث عشان النائب الفاعل هيبقى مؤنث، يبقى تبودلة الكرة. تعال نبدأ الأول نقول إن تبادل ده فعل خماسي وفي نصه ألف فيقلب حرف العلة أو يقلب الألف ده إلى واو، يبقى تعادل تعودل تبادل تبودل. وطبعا إذا كان الفاعل أو إذا كان نائب الفاعل مؤنث أو جمع تكسير لغير العاقل بنضيف له تاء الإيه التأنيث، يبقى تبودلة الكرة. استمع الطلاب إلى شرح المعلم عند بناء الفعل المجهول، فإن الجملة الصحيحة طبعا استمع تبقى استمع، عندي إن كل الجمل بدأ باستمع، يبقى ده أول حاجة نحذف الطلاب، وهتبقى نائب الفاعل إلى شرح المعلم، يبقى طبعا هنا ما فيش إلى، هنا المعلم بس، هنا إلى المعلم، يبقى استمع إلى شرح المعلم. طبعا هنا برضو حاجة تخلي بالك منها، إن نائب الفاعل قد يأتي جار ومجرور، نائب الفاعل قد يأتي جار ومجرور، ما فيهاش أي مشكلة خالص. توفي بالأمس رجل كريم، طبعا عندي في أفعال ملازمة البناء للمجهول زي توفي واستشهد واحتضر، دولت اللي بعدهم يكون نائب فاعل. عندي في أفعال تانية اسمها أفعال ملازمة البناء للمجهول اللي هي حمى وفلج وامتقع وثلج وسل وسلج وجن وشده وأغمية، كل الأفعال ده هي اسمها أفعال ملازمة البناء للمجهول، ومع ذلك ما بعدها يعرب فاعل، يبقى توفي طبعا هتعرب اللي بعدها يعرب نائب فاعل لقاعدة ثابتة، يبقى توفي. هنا طبعا بالأمس الباء حرف جر والأمس اسم مجرور، هنا قدمنا الجر والمجرور على الفاعل اللي هو وأخرنا الايه الفاعل، يبقى أصلها توفي رجل، يبقى الرجل هنا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رقم خمسة بيقول امتقع وجه العدو، طبعا عندي احنا قلنا امتقع وفولج وثلج ما بعدهم يعرب فاعل، وبعد كده عندي يبقى انا هناخد فاعل، الاولى فاعل هنا فاعل هنا كلاهما فاعل، هنا بعدنا يبقى احنا كده هنشتغل على الف وجيم وبعدنا ب ودال. تعالى بعد كده يجب دي فعل من الافعال الملازمه او الفعل من الافعال اللي هي افعال لازمه وما بعدها يعرب فاعل، يجب وينبغي ويلزم ويحسن ويجدر، دي اسمها أفعال ملازمة أو أفعال لازمة
ما بعدها يعرف فاعل، وممكن طبعا بيفصل لي بالجر والمجرور عادي ان ارتب الجمله، يبقى يجب الاستفاده علينا، يبقى فاعل، يبقى هنقول كلاهما فاعل. رقم جيم. رقم 6 بتقول يقرأ الطالبان كل يوم قصيدتين عند بناء الجملة للمجهول. طبعا يقرأ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، الطالبان فعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، كل، عايزك بقى تتعلم معايا حاجة جديدة كده، كل، طبعا هنا كل بتتغير على حسب، أولا بتعرف حسب موقعها في الجملة، ده أول حاجة. تاني حاجة قد تأتي نائبا عن الظرف، وقد تأتي نائبا عن المفعول المطلق، ودي إن شاء الله هنحاول نعمل لك لها فيديو مخصص لإعراب كل في كل إيه في جميع حالات. طبعا هنا كل جاي بعدها اسم بيدل على الزمان، فهي هنا نائب ظرف، نائب عن الظرف، منصوب علامة نصب الفتحة، ويوم مضاف إليه مجر علامة جره الكسرة. قصيدتين هتكون هي طبعا مفعول إيه، مفعول به منصوب علامة نصبه الايه الياء. وهنا طبعا يقرأ طب هنقول طبعا عشان هنحذف طالبان وناخد قصيدتين هتبقى هي نائب الفاعل، يبقى قصيدتان هنقول تقرأ قصيدتان. وطبعا قلنا تقرأ ما قلناش يقرأ، قلنا تقرأ لأن ده طبعا احنا عندنا القاعدة لسه جايلينها، إذا كان نائب الفاعل اسم مؤنث أو جمع تكسير لغير العاقل بيؤنث الفعل، يعني تلحقه علامة التأنيث، وعلامة التأنيث تأتي في آخر الفعل الماضي وأول الفعل المضارع، يبقى أنا هنقول تقرأ قصيدتان. رقم 7 أيها الرجل انتبه للطريق عند بناء الفعل المجهول، فإن الجملة تقول انتبه إلى الطريق، انتبه إلى الطريق. طبعا هنا هنقول حذفنا الايه الرجل انتبه، يبقى انا نقول انتبه اي انت اللي هو المقصود بها الرجل، يبقى هنا انتبه للطريق. رقم 8 بتقول استعنت بالله عند بناء الفعل المجهول، فان الجمله الصحيحه. طبعا هنا الفاعل هي تاء الفاعل، تاء الفاعل او تاء الفاعل في الضمير المتصل مبني على رفع فاعل، يبقى بنحذف التاء، يبقى استعان، استعين بالله، استعين بالله. رقم باء استعين بالله. ناخد اللي بعدها رقم 9 اكرمكم المدير لبراعتكم. طبعا اكرم فعل ماضي مبني على الفتح، وكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع، وممكن ناخد كم على بعضها نقول في محل نصب مفعول به، والمدير فاعل. طبعا هنا هنحذف المدير، يبقى والكاف الخطاب هتبقى التاء، يبقى اكرمتم، اكرمتم لبراعتكم، هنا الكاف هتتحول لتاء، كاف الخطاب هتتحول لتاء، يعني اقول اكرمني او اكرمك اخوك، يبقى اكرمتا، أكرمك أخوك تبقى أكرمتا، يعني كاف الخطاب تتحول للتاء، يبقى أكرمتم لبراعتكم، أكرمتم لبراعتكم. رقم 10 قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. جن أي جن عليه الليل أو جن الليل أي أظلم، أظلم واستتر، واستتر، أظلم الليل واستتر. فطبعا جن فعل مبني للمعلوم، الليل فاعل، وجن برضو ما بعدها يعرب ايه، يعرب فاعل، يبقى كلاهما فاعل، جن وجن الاثنين اللي بعدهم على طول يعرب ايه، يعرب فاعل. جن عليه الليل اي ظلم واستتر، جن عقل الرجل اي فقد عقله واصيب بالجنون، ولكن طبعا جن وحمى وسلى وفولج وثلج ما بعدها يعرب، يعرب فاعل على طول. لقاء الاضواء صفحه 66 بيقول نيلت جائزتان، نيلت جائزتان عند بناء الفعل للمعلوم. هنا بقى بنرجع الجمله تاني للمعلوم،
يبقى انا هنجيب نيلت شلنا التاء تبقى نالة، وبعدين نقول الطلاب نال الطلاب جائزتان. طبعا ما تنفعش جائزتان، عشان جائزتان المفروض هتبقى مفعول به. لو كانت جائزتين كنا خدناها، نلنا جائزتين ونالنا جائزتين. طبعا نلنا جائزتين يبقى طبعا نال، وبعدين الناء ناء الفاعلين في محل رفع فاعل، وطبعا حذفنا الالف لانه فعل اجوف. عند الاسناد الى الناء الفاعلين او نون النسوه او تاء الفاعل بتحذف الايه، بتحذف الالف. هذا اول حاجه نعرفها. بعدين جائزتين مفعول به، لو كانت نال الطلاب جائزتين بالنصب كنا ناخدها معانا بالنسبه للترتيب، كان يعني كان ممكن نمشي ناخد الثانيه والايه والثالث لو كانت نال الطلاب جائزتين، لكن احنا هناخد رقم به فقط. استعانت الدولة بالمعلمين المتميزين، استعانت الدولة بالمعلمين المتميزين. عند بناء الفعل للمجهول فإن الجملة الصحيحة هي استعانت، يبقى شيل التاء يبقى استعانة، يبقى استعينا وحذفنا الدولة بالمعلمين المتميزين، يبقى استعينا بالمعلمين المتميزين. رقم ثلاثة احترمت عند بناء الفعل للمعلوم. طبعا هنا احنا قلنا التاء دهيت كان اصلها كاف، يعني ممكن ايه، يبقى ممكن احترمتك وممكن احترمك زملاءك، احترمتك واحترمك زملاءك، فهي في الحالتين كده احنا حولناها لمبني للمعلوم. هنحولها احترمك زملاءك لمبني للمجهول، يبقى احترمت، احترمتك احترمت. هنا طبعا تاء الايه، تاء اللي هي هتبقى نائب الفاعل، التاء هنا هتبقى نائب ايه، نائب فاعل، والتاء هنا مبنيه على الايه، مبنيه على الفتح، فهي هنا هي كان اصلها كاف. اربعه العامل ملوم على تقصيره، اذا استبدلنا الفعل ب الفعل باسم المفعول فإن الجملة تكون، الجملة تكون طبعا هنا ملوم الفعل بتاعها لاما، وهنبني المجهول يبقى ليما، وممكن يلام، فهناخد العامل ليما على تقصيره، العامل يلام على تقصيره. كده هنحولنا الفعل، خدنا الفعل حولناه اللي خلناه اسم فاعل، ده فعل ايه اجوف، يبقى يجوز الاولى ويجوز الثالثة ليما ويلام، ليما ويلام، لأن حتى الفعل المضارع عند الإتيان باسم المفعول منه نرده للماضي، وبعدين الفعل الماضي يقلب أو يبنى للإيه؟ للمجهول. يبقى أنا هنقول العامل ليما على تقصيره، والعامل يلام على تقصيره. رقم خمسة زادك الله عزا، فأنا هنا الكاف تبقى تاء، يبقى زد تاء عزا، زد تاء عزة. رقم جيم زد تاء عزة، طبعا عزة هتعرب تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن الفعل زاد وطاب وقر واستقر إذا أتى معها جملة، إذا أتى معها اسم نكرة منصوب يعرب تمييز، يبقى هنا عزة تمييز، والتاء تاء المخاطب او تاء يعني تاء المخاطب هتبقى في محل رفع ايه، في محل رفع نائب فاعل. رقم ستة بيقول المجد اعطيتموه، عند بناء الفعل للمعلوم في الجملة السابقة يبقى المجد اعطاه الله اياكم، طبعا ايه خدنا كم عشان تموه، يعني الكاف تحولت للتاء، ما ينفعش ايه اعطاه الله، لكنا لو هنا ممكن نقول أعطيتموهن، يبقى هناخد لكنا، يبقى هنا المجد أعطاه الله إياكم. طيب رقم سبعة باعني التاجر بضاعة رديئة، باعني التاجر بضاعة رديئة، عند بناء الفعل للمجهول طبعا باع فعل ماضي مبني على الفتح، والنون نون الوقاية حرف مبني على الكسر، لا محل حرف مبني
على الفتح، باع مبني على الكسر لا محل له من اعراب، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، التاجر فاعل، بضاعه هتكون برضو مفعول به، مفعول به، رديئه هنقول رديئه، نعت منصوب علامه نصبه الايه، نعت منصوب علامه نصبه الفتح. طيب هنا بقى هنقول بعت، طبعا باع، باع تبقى ايه، بيع، باع بيع، يبقى بعت بضاعة رديئة، بعت، قال، قيل، بعت أو بيعت، 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 بيعت بضاعة رديئة، بيعت بضاعة رديئة، بيعت بضاعة رديئة، يبقى هنا باع بيع، قال قيل، صام صيما، جال جيلا، يبقى بيعت بضاعة، بيعت بضاعة رديئة. رقم 8 بتقول احتضر المريض وحمى المريض، طبعا احتضر، قلنا احتضر واستشهد وتوفي، ما بعدهم يعرب نائب فاعل، احتضر واستشهد وتوفي، ما بعدهم ويعتبر ويوجد ويولد ويهان، ما بعدهم يعرب نائب فاعل. يبقى انا هناخد نائب فاعل في الاول، عند ادي واحد ادي نائب فاعل، وعند كلاهما نائب فاعل، يبقى انا كده عندي اتنين. تعال نشوف هناخد انهي، طبعا بعدنا ب وبعدنا جيم. تعال ناخد بقى نشوف احنا هنمشي ازاي. حمى المريض، طبعا اللي بعد حمى على طول يعرب فاعل، يبقى انا هناخد رقم الف، هناخد رقم ايه، الف، يبقى نائب فاعل وفاعل. اوذي المؤمنون الاوائل في سبيل الله، عند بناء الفعل للمعلوم، طبعا اوذي اصلها اذى، زي نادى نودي، يبقى انا نقول اذى، فيها مد بال مد بالالف الاول، اذى، عندي اذى، عندي اذى، ادي رقم، مفيش غير هي اللي عليه الهمزه اللي هي رقم دال، يبقى اذى الكفار المؤمنين الاوائل في الله، اذى الكفار المؤمنين الاوائل في الله، يبقى هناخد ايه، رقم دال. نماذج من الامتحانات التجريبيه وامتحانات الثانويه العامه، رقم 10 صفحه 66 من كتاب الاضواء. ايها الوالدان، لقد ناصرتم ابناءكم في كل سبيل، بين الصياغه الصحيحه عند بناء الفعل في الجمله السابقه. ناصر فعل ماضي، اربع حروف، ثاني حرف الالف، يقلب الالف الى واو ويضم ما قبله، يبقى نوصر، طبعا هنا نوصر، 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 بعدنا جيم، يبقى انا كده عندي الثلاثه، هنشتغل نشوف انا واحده فيهم اللي هناخدها صح. يبقى نوصر، شلنا التاء اللي هي تم، حذفناها، ابناءكم، الهمزه متوسطه، خلي بالك الهمزه المتوسطه على السطر، او الهمزه المتوسطه اذا كانت مفتوحه ترسم على السطر، هنا عم قلنا ابناءكم، علشان هنا في الوضع ديت مفعول به فرسمت على السطر، طبعا هنجيبها نائب فاعل، يبقى ابناءكم، الهمزه على الواو، طب لو جبتها مجروره يبقى ابنائكم، واكدنا على رسم الهمزه المتوسطه ان هي ترسم على حركه الحرف المناسب له، ترسم على السطر اذا كانت مفتوحه، يعني جايه في محل، في محل نصب، يعني جايه منصوبه، على الواو اذا كانت، اذا كانت مرفوعه، على النبره اذا كانت مكسوره، يبقى انا هناخد نوصر ابناؤكم، نوصر ابناؤكم، يبقى رقم باء. اتمنى تكون بتستفيد معايا، لو عجبك الفيديو اعجاب، ولو عندك سؤال سيبه في التعليقات وهرد عليك، شارك الفيديو مع زملائك، وانتظرونا في حلقات اقوى واقوى، وحل التطبيقات على الوحدة الثانية من كتاب الأضواء وكتاب الامتحان.